وفسادنا ساد وجودنا عدم للناس قيمتها مش بما تقتني من مال وجاه ولا جواري وخدم بالحب والخير الحياة تغتني ولو فسادنا ساد وجودنا عدم دي الناس قيمتها مش بما تقتني من مال وجاه ولا جواري وخدم دي الناس قيمتها في اختيار ومصار وليل يجر نهار يشدنا الطيار ومجبورين نختار يا نبقى ناس أبرار يا ناس أشرار واسترها يا صبار ياللي انت عماك الطمع تاخدي اذا كسبت الدنيا وخسرت روحك حتى عيش تخاف من اي شيء تشتهي وتزيد جروحك كل ما زاد طموحك ياللي انت عماك الطمع تاخدي إذا كسبت الدنيا وخسرت روحك حتى عيش تخاف من أي شيء تشتهي وتزيد جروحك كل ما زاد طموحك ويعلى نوحك والبنى تعالي فورا يا ليلى. مش ممكن، انا مش مصدق اللي بيحصل ده ابدا. افندم عندك نمرة نجيب الشافعي رئيس تحرير البركان السابق؟ رئيس تحرير البركان السابق موجود يا فندم. اطلبوا لي حوالين المكالمة. حاضر. مش ممكن صبري عكاشة يبقى رئيس تحرير بأمارة ايه بقى بعد اللي عمله في مؤسسة النضال؟ بدل ما يتشال ويتفور يترقى ويتكافئ. الو. ايوه ليلى. طب شكرا. نجيب بالشافعي؟ ايوه انا نجيب الشافعي. حمدي الفاتح رجل الاعمال المشهور. يا اهلا وسهلا يا فندم، انا تحت امرك امرني. يا فندم العفو، انا هكون في منتهى السعاده لو سيادتك قبلت دعوتي على اننا ناخد الشاي في اي مكان تحدده سيادتك. بس معلش تسمح لي اسالك سؤال، وانت عرفت الاخبار؟ يعني حضرتك عرفت ان انا سبت رئاسه تحرير البركان؟ ده اصل في ناس كتيره ما يعرفوش الحكايه دي، ففي الحقيقه بيقصدوني في خدمات. يا فندم انا عارف كل حاجه، واللي سيادتك بتقول عليه ده سبب رئيسي للمقابله بتاعتنا. لا، ما لو سيادتك كنت في مكانك ما كنتش هطلب مقابلتك ابدا. لما هنتقابل يا فندم هتعرف كل حاجة. أنا هبقى متشكر جدا. إمتى وفين؟ أنا برضو أصريت إن أنت تفضل معايا هنا لوحدك، لأني في الحقيقة محتاج لك أكتر في المرحلة اللي جاية. يا حبيبي أنت تؤمر، ولا أنت يعني كنت فاكر إني هفكرك وأطالبك بحكاية حافظ وهدان؟ حقك لسه محفوظ. مجرد بقى ما اقبض منه المبالغ هيكون اول واحد يقبض هو انت. بس انا بقى محتاجك في حمله جديده يا استاذنا، حمله تبتدي بعد رجوعك للبركان عن اتنين جداد، وانا بقى اللي هدفع لك مش هم. يا ساتر، ده مين الشياطين دول اللي متعلقين في رقبتك يا استاذنا؟ واحد منهم كان صاحبك، لكن الصحافه والبيزنس ما يعرفوش صداقه يا صاحبي. طبعا
مين هو صاحبي ده؟ حمدي الفاتح. هوبا، غريمك القديم اللي اتجرأ وتجاسر وفكر في يوم انه يهددك بسبب مدام باكي. ادي جيت على الجرح. حمدي الفاتح ده كان صاحبك، يعني عندك اسرار عنه كتيره قوي مخبيها جوه عبك. انا عايزك بقى تكشف كل الاسرار دي وتعريه، وتخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. ماشي، اي نعم ان اللي تحت ايدي واللي اعرفه مش مزعج قوي، لكن انا هبذل قصارى جهدي عشان يبقى تحت ايدي الكتير والكتير قوي كمان. لسه بقى لما اقولك على التاني اللي هتكشفه معايا هتقدر توصل لحاجات كتيرة قوي عن الاتنين سوا، ممكن واحد منهم يكشف التاني. الله 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 الله، دول دويتو بقى. مين التاني ده؟ ايمن الشبراوي. زغلول يا شقير، حدد اللي انت عايزه بس تنجح في المهمة دي، وتدمرهم بمعنى كلمة تدمرهم وتمسحهم من على وش الارض، وانا بقى في اقرب فرصة هنقلك بدل منطور حجازي. ألف مبروك يا بابا، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. أيوة بارك له يا رجاء، بارك له جامد قوي، ومهما كانت الخسارة إحنا برضو الكسبانين. والله معاك حق يا عز، اتفضل استريح. لما تبقى الخسارة مادية بيبقى مقدور عليها، لكن نخسر بعض ونخسر نفسنا كمان تبقى كارثة، كارثة بكل المقاييس. بابا. نعم. هو في كارثة مادية قوي كده؟ طبعا يا ستي، ما الست اللي طلقها هتسحب فلوس كتير قوي منه. ولا يهمك يا بابا، انا عندي دفتر توفير فيه يجي 700 جنيه كده. حالهم؟ يا خبر يا خبر يا خبر، 700 جنيه. يلا اهم يفكوا زنقه برضو. يا حبيبي يا بابا، اهم حاجه بقى انكم ترجعوا تقفوا على رجليكم تاني وتعيشوا مع بعض في منتهى السعاده. هيحصل يا بنتي، هيحصل ان شاء الله، بس الاول بقى نحاول نقنع حسن عبيد ونجيبه عشان اللال ترجع تصدر من تاني. شاك. يا ده هيبقى اكبر الم على قفا صبري وكاشه. طب بالراحه لحسن يكون هو. لا، ويقدر يهاوب من نواحيلي تاني. طنط امل، احسن طنط في الدنيا. اهلا اهلا يا دكتور، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور، اهلا وسهلا. اهلا. خير؟ احنا مش اتفقنا نتقابل في المؤسسه؟ ما قدرتش يا استاذنا، اول ما فتحت الجريده المهببه بتاعت صبري عكاشه الدم ضرب في دماغي. يا ساتر، فضل استراح. ليه في ايه؟ هو مش كان وعد حضرتك انه مش هينشر مذكراتك؟ اه طبعا. هو هينشرها تاني؟ اتفضلوا شوفوا بنفسكم اعلانه في الصفحه الاولى وبالخط العريض انه هيبتدي من بكره ينشر المذكرات وهيعيد كل اللي نشره تاني. لا لا، مش من حقه ينشر الا بموافقتي انا، وانحكمت بقى هروح له اهدده واطالبه بوقف النشر. شكرا يا عم كبير، اتفضل. اي خدمه يا استاذ. ده قرار جماعي هيصدر خلال ساعات يا استاذ حسن، وانا بقى مش هتنقل من هنا الا لما اخد موافقتك عليه. انا يا استاذ عبد رئاسه تحرير جريده المظاهر. اقل منا ولا ايه؟ اطلاقا، حسن ده ودود. وافق يا حسن، ده شرف كبير. يا جماعه ما قلتش حاجه. اكيد طبعا، اكيد شرف كبير، لكن ايه يا حسن؟ الاستاذ عبد التواب جاي لك بنفسه وبيقول لك ان الترشيح جالك من كبار الشخصيات واولهم بدر البدور. وان كنت قلقان انك هتبقى لوحدك، اطمن كل المجموعه اللي هتختارها هتبقى تحت امرك، وطبعا اولهم زملائك دول المؤمنين بيك استاذ عبد التواب. وان كنت قلقان على المجله هنا، انا برضو هطمنك، وجودك معانا ما يمنعش انك تستنى هنا وتحافظ على اصداراتك وابداعاتك. اهو سهل هالك، عايز اكتر من كده ايه؟ اظن كده ملكش حاجه. سلم بقى وارفع الرايه البيضه. استاذ جوله، انا اسف الازعاج يا بدر بيه، ما تاخذنيش، اصل انا يعني سمعت وقريت كلام كده ازعجني، فقلت اجي هديك وارفع معنوياتك قبل الاجتماع ما يبدا. تتكلم عن ايه حضرتك؟ ارجو ان سعادتك تسمعني كويس قوي، وما تحسبنيش من قوة صبري عكاشة وأعوانه اللي ما استحملوش وجري وراه على البركان وباعوا المكان ده في ثانية واحدة. عاوز يبيع يبيع يا أستاذ جودة، أنت
التاريخ هو اللي هيحاسبه وهيحاكمه كمان. مظبوط سعادتك، بس انا جيت عشان ادخل الطمأنينة الى قلب حضرتك واقول لك ما يهمكش من حكايه المذكرات اللي ناوي عليها صبري عكاشه ديت. محسوبك جوده التهامي هو اللي هيقلب عليه الدنيا بعون الله. انت يا استاذ جوده يوضع سره في اضعف خلق. استغفر الله العظيم، انا ما قصدتش كده نهائي، انا قصدت يعني قصدي سعادتك ان انا جاي بقرار من صبري عكاشه نفسه، لكن انا عندي فراسه في الحكم على الاشياء واعرف افرق بين الرجال كويس قوي، وكمان اعرف اصنفهم كويس قوي. هذا الرجل لا يعمل الا لمصلحه شخص واحد بس، هو صبري عكاشه. هو صحيح مش منزه من الخطا، بالعكس ده عنده تجاوزات وحمقات تحفر له قبره وتدق المسامير في نعشه. يا ريت توضح بسرعه يا استاذ جوده، وقت اجتماعنا ازف. صبري عكاشه اخطا اكبر خطا في حياته لما اعلن عن نشر المذكرات من غير ما يرجع لسعادتك. بناء عليه سعادتك ترفع عليه قضيه، والقضيه دي مضمون مكسبها 100% بعون الله. عشم ابليس في الجنه، انا سبق وقلتها قبل كده بالفم المليان، عشم ابليس في الجنه ببساطه منتهى الواقعيه والتواضع والثقه في النفس. اللي بيعتقد انه هيسبق البركان في التوزيع والنجاح والفكر يبقى غلطان، لاني بستعين باكبر كفاءات صحفيه موجوده في الشرق الاوسط. اللي سبق لهم مشرفوني بالتعامل معايا في النضال هيلاقي اسلوبي نفس الاسلوب، ما اختلفش، اسلوب المضمون التاثير. وهنفتح مواضيع كتيره جدا وهنتكلم فيها بمنتهى الجراه وبنفس الكثافه. انا اعتقد ان المكسب الحقيقي لينا النهارده هو انضمام اعضاء الاسره اللي اتفرقوا قبل كده، وعلى راسهم طبعا الاستاذ هشام غنام. هو الحقيقه احنا اختلفنا في امور كتيره قبل كده، بس قدرتنا على استيعاب الامور هو اللي خلانا نفهم ابعاد المؤامره اللي اتحبكت ضدنا كلنا وكانت هتضيعنا. انا بقى عاوز ابلغكم بوشة مهمه. الاستاذ عبد التواب بلغني تليفونيا قبل الاجتماع مباشره بموافقه الاستاذ حسن عبيد على رئاسه تحرير النضال، وده شاب اكتر من ممتاز، وثقف وتقدمي بمعنى الكلمه، انسان حقيقي مش مزيف. يبقى خلاص لازم نوفر له كل الامكانيات اللي تساعده على النجاح. المساعده الوحيده هي الامكانيات الماديه، انا شايف ان هي دي المعضله الكبرى وبس. لو سمحتوا لي يا حضراتكم، الدكتوره امل خاطر كان عندها اقتراح في المساله دي، يا ريت تسمعه لنا وتقولنا عليه. فكرتي ببساطه هي التمويل الذاتي، نستغل كل امكانياتنا مهما كانت بسيطه، حتى لو ادى الامر ان احنا نصدر المجله في 4 صفحات. مش مهم عدد الصفحات، المهم المضمون اللي جوه الصفحات دي. طب يا جماعه اللي موافق على اقتراح الدكتوره امل يتفضل يرفع ايد. ما شاء الله اغلبيه. خلاص نفتح صندوق التبرعات، انا هبتدي ب 10,000 جنيه وانا بعيش. مين؟ نجيب الشافعي؟ اهلا 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 يا نجيب، اتفضل. فرصة سعيدة قوي اني شفتك. خلاص بقى، ما اعتقدش ان في فرص سعيدة في الحياة يا نجيب. ليه بتقول كده؟ انت هتزود احزاني، ده انا ما صدقت ان انا لقيتك. عموما ده مكان المفضل، بقى لي حوالي 10 سنين باجي اتغدى واتعشى هنا، واضح ان انت مش من رواد المكان. فعلا هو في ميعاد. موعد غرامي؟ غرامي بقى، ما خلاص. على رأيك، مؤكد بقيت زي مالكش نت في أي حاجة. أنا عرفت اللي حصل في البركان والانقلاب اللي حصل خلال الأيام اللي فاتت، وعرفت مين اللي نط واخد مكاني. الموضة بتاعت الأيام دي يا نجيب نجح، والدنيا زهزهت له من غير لا سبب ولا منطق. غريبة. إيه اللي غريب فيها؟ يعني أنا أعرف إنك على علاقة طيبة بيه وبتعزه قوي. عض الإيد اللي تمدت له يا نجيب،
انسان بشع تعبان صغير لكن سمه زاعل قرصته القبر. انت اللي بتقول عليه كده. ايوه يا سيدي. المهم هتاخد ايه؟ لا ولا حاجه، ما هو الميعاد اللي قلت لك عليه ده فيه عزومه. يا سيدي انا عازمك وعازم اللي عازمك كمان على حسابي. قول لي بقى هتاخد ايه؟ هي أنا مش مصدق نفسي، أنت كمان يا عزيز بيه؟ أنا متأكد بنسبة 1000% إن هو اللي ورا الموضوع ده يا نجيب، هو صبري عكاشة. اسمح لي يا عزيز بيه، صحيح أنا أول مرة أتعرف بسيادتك وجهاً لوجه، بس طبعاً سيادتك غني عن التعريف، واضح إن أنت معانا في نفس الخندق. أنا كنت جاي النهاردة علشان نفس الموضوع، صبري عكاشة. اتكلم بوضوح يا حمدي، خلاص الحكاية اكتشفت، ومصلحتنا إحنا التلاتة بقت واحدة. أنا الحقيقة الفترة اللي فاتت وقع تحت إيدي مستندات مهمة جداً، واعتقدت إنها هتكون سبب كافي لوقوع صبري عكاشة، لكن للأسف بدل ما يقع وقف تاني على رجليه وطوله زاد. إيه هي المستندات اللي وقعت تحت إيدك؟ ما تتكلم بالتفصيل. أولهم الطريقة الدنيئة اللي هو اتبعها علشان يفتت جريدة النضال ويركب هو ومراته على صدرها ويعلق أسهم. عارفها بالتفصيل الممل، بس للأسف ما تهددوش في أي حاجة لأنه هو دلوقتي أبعد ما يكون عن النضال. طبعاً رأيي بعد إذن عزت بيه يعني إن إحنا نستغل الموقف ونسخن الجماعة بتوع المؤسسة، يعني ممكن يقطعوه في الجورنال بتاعهم اللي هو سابه، وبسم الله ما شاء الله الجورنال ده بيوزع كويس قوي اللي من دول. دي ممكن. واسمح لي عزت بيه، أنا شايف إن في نقطة أخطر المسؤولين ما خدوش بالهم منها، لأنهم لو خدوا بالهم كانوا فكروا 1000000% قبل ما يدوا له مركز زي ده. نقطة إيه يا فاتح؟ الأستاذ صبري حصل على شبه رشوة من رجل أعمال اسمه ماهر طبار، عبارة عن عربيتين على الزيرو، واحدة له وواحدة للست باكي رأفت حرم المصون. كلامك بيقول إن في شيء مهم وخطير وراه، ما تتكلم على طول. في علاقة مشبوهة بين ماهر طبار وباكي رأفت. أيوة، ومصادرنا بتؤكد إن الأستاذ الفاضل صبري عكاشة يعلم بهذه العلاقة وساكت ومصهيم، مخلي الأمور تمشي، المهم الرصيد يزيد. ايه ده انت بتعرف تلعب بقى؟ انا لعيب ماهر في كل الالعاب، يكفي ان انا اتعلم اللعبه مره واحده او مرتين ومحدش يقدر يكسبني. هتصدقيني لو قلت لك ان انا اتعلمت الاسكواش والتنس والكروكيه في شهر واحد؟ مش معقول. اللي شغل عقله يكسب كتير، بس مش كل عقل يشتغل يبقى زي عقلك. اعتبر بقى ان ده غزل. أرجوك واوعى تعتبره غير كده، لأن احنا خلاص ما بقاش عندنا وقت. مش عندنا وقت ليه؟ إننا نخبي مشاعرنا عن بعض. على فكرة أنا نسيت أقولك إن بابا مستنيه. مستنيني فين؟ هنا في النادي. هو يعرف إن احنا هنا؟ هو كل اللي يعرفه إن أنت هتتكلم معاه في كل حاجة. يعني عني وعنك؟ أيوة. ما تخافش يا حبيبي، أنا فهمت بابا كل حاجة، وهو مش هيرفض، يعني هو هيتكلم معاك في شوية شكليات عادية. يعني أتكلم في المهر والشبكة وكده؟ يمكن. ومعادي مع الساعة كام؟ 5 دقايق بالكتير وتكون قدامه. ثانية واحدة هغير هدومي واجيبه. اهلا يا استاذ صبري، اتفضل. ميرسي يا باشا. الو يا هاني. هاي. باختصار يا استاذ صبري ومن غير مقدمات، نجلاء ادتني فكرة عن الموضوع وفهمتني على كل حاجة. هيبقى ليه عظيم الشرف يا باشا، واي طلب حضرتك تطلبه انا تحت امرك. نجلاء غاليه عليا جدا وانتوا كمان غاليين عليا، واي طلب ليكم او ليها برضه هيبقى اقل منها. يعني انت جاهز لاي طلب؟ طبعا يا باشا، المهر اللي حضرتك تطلبه. لا 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 لا، الحكايه مش حكايه مهر خالص يا صبري. انت فاكرنا جايبينك عشان نتكلم معاك في فلوس؟ اظن انت عارف كويس قوي ان احنا ما بنقدرش بنتنا بمال ولا اموال الدنيا كلها تعوضنا عنها. طبعا يا باشا. الحمد لله احنا مأمنين لها حياتها كويسه قوي، ومكتوب ليها وباسمها وفي حساباتها في البنوك اللي يقضيها هي واولادها
طول العمر. ربنا يبارك فيك يا مدام شهرت، بس انا راجل وبفهم في الاصول كويس قوي، والراجل لازم يقدر ويشتري الست اللي هتحمل اسمه وهتكمل مع حياته. طب كويس قوي. بالمعنى ده يا استاذ صبري اظنك فهمت ان الحكايه مش حكايه فلوس. امال ايه بقى يا سعاده الباشا؟ الدنيا كلها عارفه انك متجوز واحده مشهوره وليها اسمها، بس الحقيقه يعني الحقيقه ايه يا مدام شهرت؟ الحقيقه صعب ان احنا نقبل ان نجله تكون الزوجه الثانيه، ده بشكل مطلق طبعا، وخصوصا بقى في الحاله دي. اظن يا صبري بيه كلام شهرت واضح وملوش الا معنى واحد، انك تطلق باكي رافض ده قبل ما نوافق انك تتجوز نجله. هو ده طلبنا الوحيد يا استاذ صبري. ايه ده يا مرفوتي؟ هيكون ايه يا حبيبه قلبي؟ شايفه ورق كوتشينه ولا ورق لحمه؟ السيده في ظهرك لا انت واخداه. يا اختي مش هفهم ايه ده الاول؟ منح هديه يا اختي الجوده من الموجود. يا لهوي، هو انت فاكره ان انا كنت بعمل ده كله عشانك عشان في الاخر اخد ظرف؟ يا بنت بلاش الحركات اللي انت بتعمليها دي، ده انا لو الطوله اديكي عين من عينيا كنت اديها لك على اخبار السخنه اللي انت جايبها لي دي. انت عارفه اللي انت شفتيه ده معناه ايه؟ معناه قبيح يا مرفوتي، ورقبه السيما لو شافته هتمنعه على طول. لا بقى، احنا هنرحب بيه وناخده في حضننا، ده حبل المشنقه اللي هيتلف حوالين رقبه باكي وادفنها بايديا الاتنين واديها تاشيره جهنم من غير رجوع. اوعي تقولي لي انك عايزه تروحي بنفسك لصبري عكاشه وتقولي له على كل حاجه. ده خيالك فيا برضو يا لولا. بصراحه يا اختي انت ما تضمنيش، ساعات كده بتنط في دماغك حاجات وتاخدك الجلاله وتتسرعي وترتكبي جرائم تسرع وقله صبر. لا يا لولا ما تخافيش، انا طالما قطفت الورده ومسكتها في ايدي خلاص ناري هديت. واصبر اصبر، هيك شيامه طالما طمنت ان الليله دي كلها ليا لوحدي ومليش فيها شريك. الدور المرة دي عليك انت، وانت ايه ما تتوصيش في الجرز اللي من النوع ده، خدي راحتك ولعلعي على الاخر وسويها لي على نار هادية. من عليا ليه عملتي كده؟ ليه الواحدة اللي غرستي نفسك فيها دي من ساسك لراسك؟ عايزة تعملي زي ما عمل فيكي؟ ده راجل وناوي يتجوز، شرعه ومحللهوله ربنا، حتى ولو كان اللي عمله ده خنقة في رقبتك، شكة زي السم في قلبك، بس برضو ما يبقاش الرد عليها كده. ردتي على غلطة الكبيرة بجريمة ملهاش دواء، ولا في حاجة في الدنيا ممكن تمسحها. توصمتي يا إنها. أيوة بس الحكاية مش كده، الحكاية مش إنه ضحك عليكي ولف على غيرك عشان يتجوزها، الحكاية ابتدت من بدري ساعات ما حسيتي انه بيزقك على طريق الغلط، وانك بتحاولي تكتبي روحك وبتقولي استحالة يكون ده قصده، لكن حاجة جواكي كانت بتقول يقصد يقصد. ايوه ايوه كان يقصد،
النزناز اللي كان بيتنطط في صدرك بينه صح، هو اللي زقك على وحلتي. هو انتي ناسيه لما كان بيرميكي على ماهر طبار ويقولك تعملي ايه معاه؟ ناسيه اتصرف ازاي لما خدتي العربيه بتاعتك وبتاعته؟ ده لا اعترض ولا فتح بقه ولا حتى سألك دفعتي التمن ايه. لا لا، الحقيقة ان انتي الضحية اللي بعتي حياتك عشانه وحبه لسه بيجري في دمك، باعك وقبض التمن. القلب الجرح وجرح غويط غويط قوي، مفيش حاجة في الدنيا ممكن تلمه ولا هينفع معاه علاج. لا يا أستاذ منظور، صفحة ونص ما ينفعوش. أنا عايزك تحجز لي 3.5 صفحات في العدد الأسبوع اللي جاي للأستاذ زغلول شقير. القضية اللي هيفتحها أخطر بقى من شغل الفن وشغل الاجتماعيات. أنا بكرة الصبح هجيلك وأقول لك شكل العدد الأسبوعي هيبقى إيه. يلا مع السلامة. باكي. طالعة فوق كده واخدة في وشك، مفيش حتى مساء الخير؟ شايفاك بتتكلم في التليفون فمش عايزة أقطع أشغالك. طب كنت استني لحد ما أخلص شغلي. معلش يا نور عيني، راجعة تعبانة وطول الطريق بقول مين يلمني على السرير. تعبانة من إيه بقى؟ من شغل الشركة؟ ولا شغل الفيلم؟ ولا البيزنس إياه؟ البيزنس اللي من الباطن. التلاتة يا عينيا. التلاتة يتعبوا قوي ويهدوا الحيل، اسم الله على مقامك. هما فعلاً يهدوا الحيل. صبري النبي على قلبك، سيبنا اطلع رايح النهارده ونبقى نتكلم في يوم تاني. سلام. رقيتك واسترقيتك من كل اللي شافوك ولا صلوش على النبي. جرى ايه يا ماما؟ انت هتخليه كده يتغرى عليا ومش هعرف اكلمه؟ ده انا بشتغل معاه في جورنال واحد تحت رياسته. الله الله الله، جرى يا استاذه ما استاهلش ولا ايه؟ يا حبيب قلبي، ده انت تستاهل وتستاهل وتستاهل وتستاهل. الا ياسمين يا دنايا، دي نسمه، دي تتحط على الجرح يطيب وتتمنى لك طول عمرها الرضا ترضخ. مش هتاخدوني انا كمان اتعين معاكم في النضال؟ انا برضه انفع مراسله صحفيه، وبالمره اجيب لكم اخبار الجامعه. هو صحيح في حاجات لسه بتحصل في الجامعه؟ بصراحه لا، بعد 18 و19 يناير والجامعه سكتم بكتم، ولا مجلات حائط ولا حد بقى بيرفع صوته ويعترض على اي حاجه. بيني وبينك يا سعاد، برضه القرارات اللي اتخذت كانت صعبه، وان الحركه يعني تقدر ترجع تاخد مسارها من جديد اعتقد مش سهل ابدا. في رئيس تحرير جريده تقدميه تبقى نظرته تشاؤميه كده للمستقبل؟ دي نظرتي للواقع مش للمستقبل. وبعدين انا المهم عندي النهارده ان جيت اخدت الدعم المعنوي اللازم من الوالده. ربنا يخليك يا دنايا، قلبي داعي لك في كل وقت وحين. طب يلا بينا بقى يا استاذ رئيس التحرير، عشان كده اتاخرت. يلا بينا. بالسلامه. اشوف وشك بخير يا امي. بالسلامه يا عيني. انا اذنك يا ماما. مع السلامه يا سعاد. سلامه يا حبايبي، خلي بالكم من نفسكم، مع الف سلام. يا رب يوفقكم يا ولاد يا رب. اتفضل يا استاذ، بيتك ومطرحك. متشكر متشكر يا سعاد. متشكر ايه؟ انت من اللحظه دي هتقعد هنا اكتر ما هتقعد في بيتكم، بس اللي هيهون عليك المساله ان مراتك هتبقى معاك هنا برضه. اهلا بيك يا مدام. اهلا بيك يا استاذ عبد التواب. مالك يا حسن؟ شكلك كده زي ما تكون مخضوض. المكان مكانك يا ابو علي. ايوه طبعا، لكن لكن ايه يا ابو علي؟ انت ايه؟ قلقان من المسؤوليه؟ انت قدها وقدود، وبعدين احنا كلنا حواليك وتحت رياستك، وهنعمل المستحيل عشان ننجح ونخلي النضال احسن من الاول. والاهم من كده يا ابو علي ان احنا كلنا بنحب بعض. خلي بالك،
كل العناصر الصحفية المهمة انسحبت مع صبري عكاشة وخدوا معاهم الولاد الصحفيين الجداد اللي لسه متعينين. احسن برضو. ايوه احسن، علشان نشتغل على نظافة ومن اول وجديد. كل ده كويس قوي يا عبد الله، بس بقى ما تنساش الكارثة اللي عملها النهاردة. كارثة ايه يا استاذ؟ بدأ نشر المذكرات تاني. هو انت ما قريتش ولا حاجة؟ اتفضل اقرا وشوف بنفسك. ده باسلوب ألعن واسفل الف مره. شوف الصور المنحله اللي مخليها جنب مذكراتي. ده واحد متعمد انه يهني ويهين تاريخي بشكل فاضح. انا مش فاهم سيادتك سائر ليه واخد الموضوع كله على اعصابك كده. لا ما قريتش ولا ايه يا استاذ جولي؟ قريت وشفت وانبسطت كمان. انبسطت؟ طبعا انبسطت. واحد بيديني رقبته وبيديني كمان الحبل اللي انا حشنقه بيه، يبقى انبسط ولا انفعل وصور؟ انت بتقول ايه يا استاذ جوده؟ اللي نشره صبري عكاشه ده النهارده كارثه، كارثه بجد. طبعا كارثه، بس كارثه عليه هو لوحده مش على غيره. انا مش فاهم ايه سر الثقه اللي انت فيها دي يا استاذ جوده. سر الثقه واضح وضوح الشمس. احنا دلوقتي بقى معانا القرائن والبراهين اللي بيها هنرفع قضيه على صبري عكاشه، ودي قضيه مضمونه زي الجنيه الذهب. ده كمان مضمون فيها التعويض المادي والادبي مع بعض. قضيه؟ من فضلك يا بدر بيه، احنا لا يمكن نستسلم او نتراجع عن هذه القضيه. طب يا استاذ جودة على مهلك علينا، فهمنا كده واحده واحده. انا فاهمكم يا جماعه. الماده 187 من المواد المؤثمه لجرائم النشر في قانون العقوبات المصري الصادر عام 1937 تنص على انه يعتبر فعل نشر اي صور او رسوم او رسائل او مكتبات تتضمن فعلا فاضحا ادانه لاناس يعتبر جريمه. جريمه فعل فاضح. جريمه فعلا يا هانم. جريمه بكل ما تحمل هذه الكلمه من معنى. دلوقتي صبري عكاشه بقى يقع تحت طائله القانون، ده غير ان احنا كمان هنرجع عليه بالتعويض المادي، ودي قضيه سهله ومضمونه 100%. بقول لك ايه يا استاذ بدر، انا شايف ان احنا نمشي مع الكلام اللي بيقوله الاستاذ جوده. واضح انه محامي متمكن وشايف شغله كويس. انا مع نفس الراي. خلاص يا جماعه، خلاص نتوكل على الله ونرفع القضيه. هو ده الكلام يا بدر بيه، وانا هطلب تعويض 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه مش مبلغ كتير شويه؟ مش كبير ولا حاجه يا دكتوره. الاساءه التاريخي بالاسلوب السافل ده ما يتعوضش بمال ابدا. 1,000,000 جنيه ده مع الرأفة كمان. الناس دي عايشه في وهم ولا حاجه؟ كانوا فاكرين سيادتك ممكن تتخلى عن سبق ونصر صحفي بالحجم ده وتوقف النشر. شفت يا باشا شويه الرسوم المعمولين قلبين الدنيا، نسخه مقلبه على الاخر مش كده؟ الا كده. طب ده انا مراتي لما شافتها الصبح قالت لي هو صبري عكاشه، لا اسف، قالت لي هو الاستاذ صبري عكاشه ناوي ينقل الصحافه المصريه كلها نقله تانية، والبركان هتبقى زي التايمز او الليمون. استاذ زغلول انت بتبالغ انت ومراتك. انا ما بحبش الرغي كتير وما بحبش اضيع وقتي. قلت لي ان انت عندك جديد، ايه هو؟ جديد كتير، جديد خطير، جديد قوي. افتح يا سمسم. ايه؟ علي بابا وال40 حرامي؟ لا وانت الصادق، حمد الفاتح وال3000 حرامي ومنهم ايمن الشبراوي. انت بتتكلم بجد؟ عيب يا استاذنا، ده انا زغلول شقير. تفاصيل غير طبيعيه عن سيل من التهرب الضريبي والجمركي خاصة في المنطقة الحرة في بورسعيد. ده غير بعض الصفقات المشبوهة اللي عملها هو وأيمن الشبراوي وبعض الوكلاء الصغيرين بتوعهم في كام سلعة كده من السلع المستوردة. ايه رأيك يا باشا؟ جون الموسم، جون مفهوش أي شبه التسلل، احلى من الجون اللي جابه فاروق جعفر في ماتش امبارح. مع اني اهلاوي لكن انت مدهش، مدهش جدا. لا يا باشا، انت طول عمرك بتشجع اللعبه الحلوه، يعني نبدا على البركه ومن غير اي استئذان. انا هحجز لك 4 صفحات في العدد الاسبوعي. عارف يعني ايه العدد الاسبوعي؟ يعني فضحتهم بقت بجلاجل، يعني على المدعي الاشتراكي يا قلبي عدل. هو ده. بس انا بقى عايزك تصيغ الموضوع ده ببراعة شديدة جدا وفي أسرع وقت، يكون على مكتبي بالليل أو بكرة الصبح بالكتير. عيني يا نور، عيني عيني.
السلامة أستاذ أبلو. سلام يا قدورة. هيا أدري. دي البوستة فندم. يعني شوية جوابات وخطابات جاية من برة كتير شوية. جنب جوابات بقى اتسلمت باليد في استعلامات الجريدة تحت. طيب. اتفضل. سيبهم أنت وروح. تحت أمرك. زوجتك الفنانة المشهورة على علاقة بماهر طبار، وبتقابله يوميا بعمارة شاهقة بالمهندسين، وعنوان العمارة رقم 18. معقولة؟ من عام؟ بصراحة يا نجلاء معاكي حق، صبري عكاشة ده شخصية تجنن، ده غير انه طالع بسرعة الصاروخ. يعني انتي موافقاني؟ الا موافقاكي، حد يطول هتبقي حرم اصغر رئيس تحرير في مصر، ومش بعيد يقعد ينشر في صورك كل يوم والتاني، وتبقي نجمه مجتمع بجد. طب خليكي هنا بقى. ايه هتتكلموا في اسرار؟ ايوه هنتكلم في اسرار. الو، ايوه نجلاء، ازيك؟ اي حبيبي، ازيك؟ مالك يا صبري صوتك متغير كده ليه؟ شكلي كده خدتك من شغلك. معلش حبيبي انا اسف، بس انا حبيت اكلمك عشان اقولك ان حلقه المذكرات النهارده كانت سخنه جدا وكل الناس مبسوطه بيها. صبري ما تخلص موضوعي مع بابا بقى، لحسن انا زهقت قوي من البيت وما بقتش قادره اعيش فيه، كمان نفسي ابدا حياه جديده معاه. أوعدك إنه هيحصل قريب أوي أوي، بس أنا بقى أختار اللحظة المناسبة. مع السلامة. إيه اللي بيحصل ده؟ إنعام يا صبري، إنعام اللي أساسا ملك إيدك وطول عمرها كانت بتعشق التراب اللي بتدوس عليه. إنعام ممكن تعمل ده؟ صدمة رهيبة، ولا فرصة وجات لك علشان تخلص من كل حاجة وفي نفس الوقت تخلص منها ومن جهلها واسمها اللي ما يليقش بيك دلوقتي، تخلص من قيدها اللي منعك عن نجلاء. أيوة، بس انت مش لازم تطلع خسران. لو واجهتها دلوقتي هتنكر زي ما انت انكرت قبل كده، مش هتلاقي مبرر عشان تاخد منها اللي انت عايزه. يبقى ايه الحل؟ الحل هو التكتيك المحسوب، تاخد منها الحق اللي وصلتها ليه الفترة اللي فاتت، وتمسك في ايديك كمان دليل يخليك تخلص منها من غير ما تكابر ولا تعترض. بس ليه؟ اللي يخلي انعام تعمل كده؟ معقول الحب اللي كان جواها ده كله مات وتحول لخيانة؟ لا مش ممكن، اكيد في سر تاني ورا الموضوع ده. بتلومها ليه؟ طب انت نفسك ما بطلتش تفكير في الستات؟ ايوه، انعام ما كانتش غير السلمه اللي انت دوست عليها ووصلتك للسلطه، لكن انت عمرك ما حبيتها، عمرها ما كانت هي الست اللي انت تتمناها تحت اي مستوى. جت بعدها ميرفت اللي عرفت تحسسك انت قد ايه راجل،
قد ايه تعرف تعيش المتعه بجد. طيب ونجلاء ايه بالظبط يا صبري؟ نجلاء هي الامل اللي عشت عليه طول العمر اللي فات، البرستيج اللي لازم تربط اسمك بيه الفتره اللي جايه، الواجهه اللي تقدر تظهر بيها مع الناس من غير قلق ولا تردد ولا خوف ولا اي حاجه. يا كل ده بسبب انسانه رابعه، ياسمين. ايوه يا صبري هي دي الحقيقه ياسمين. لو كانت من الاول اتجاوبت معايا، لو كانت حست باللي في قلبي صح، لو كانت فهمت ان المصلحه معايا انا والحب لازم يبقى ليا انا، لو كانت فهمت كان كل شيء انت فرض عليا وعلى نفسك صراعات كتير واحداث كتير مليانه قلق وتوتر، لكن للاسف انت ياسمين اللي فتحت الجرح ودوست علي بعزم ما فيكي، انت اللي اخدتيني من ايديا وقفتيني انا وانت على ابواب جهنم. ويا عالم ربنا امتى ينجينا من الابواب دي ويبعدنا عنها؟ ربنا وحده هو اللي يعلم. ايوه يا صبري ربنا وحده هو اللي يعلم. عمرك يعني ما فكرت بالشكل ده؟ انت موافقه؟ هو انت يا اخويا بني ادم ولا شطان؟ بكلمه مني اعلي ولمع. السلطه ما بترحمش. اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم. وبكلمه تانيه اخسف ودوس. على العموم انا مكلم ناس يجيبوا لي اخبار جديده. بحب انتهز الفرصه المناسبه. مش هتصرف تاني بسذاجه من هنا ورايح. والمره دي بحق جامد قوي. تهاني حامل. اول ما يغلطوا تديهم على دماغ. اهو ده بقى اللي بيسموه شغل جنان رسمي. بس انا برضو قلقان من حسن حبيب. لازم اعري حياته. اعلى مفخله يركبه. كده يبقى احنا خدنا حقنا منهم ثالث ومثلث. ما اسمعش كلامي. ملوش وجود في حياتي. لما الوطن يصبح فريسة للفساد والعطن، ما تصدقوش دي مهما غنى ورطن، وما تحبسوش النور ورا الأسوار. يا ولنا سواد ليلنا لما الوطن يصبح فريسة للفساد والعطن، ما تصدقوش دي مهما غنى ورطن، وما تحبسوش النور ورا الأسوار. امتى الزمن ينضار ويكشف الأسرار ويبلنا الأبرار من الأشرار؟ كدب له رجلين ولا للفساد ايدين، ولا احنا معروضين في المزاد، بس ان سكتنا عن الفساد زاد وساد، وان قلنا لا يطلع ليلنا نهار. للكدب له رجلين ولا للفساد ايدين، ولا احنا معروضين في المزاد، بس ان سكتنا عن الفساد زاد وساد، وان قلنا لا يطلع ليلنا نار. امتى الزمن ينضار ويكشف الاسرار
يكشف الأسرار ويبلل الأبرار.